السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نقدم نحن إليكم الدرس الثالث، المحاضرة الأولى. فالدرس هذا قد بدأت الدروس منظمة من اليوم، فألقى الأستاذ حماد الكريم الندبي حفظه الله ورعاه المحاضرة القيمة حول مشاكل في التكلم باللغة العربية وحلولها، وأتى بجواب شاف لأسئلة متعددة، منها كيف نبدأ. فأرشد الطلاب قائلا: انظروا إلى الصبي هو كيف يتكلم، وفكروا في قدرة الله كيف هو يوسع للصبي وكيف يقدر له الكلام، حتى هو يبين ما في جنانه ويفسر ما في فكره بجميع السهولة بغير أي عسرة. فالجواب واحد: أن الصبي يسمع أولا عدة مرات، وبعد يحاول تعبير مشاعره. فأولا نحن نسمع العربية من العرب عبر الجوال والمواقع الإلكتروني، إن لا يقدر الله لنا الوصول والسكونة هناك. ومعظم الناشئين في هذا المجال يشوشهم التكلم فحسب، مع أنهم يتمهرون في القواعد النحوية والصرفية ووصول البلاغة والفصاحة، وقد أمضوا دهرا مديدا متعلما الكتب العربية ومتدرسا المسائل الشرعية. فدفع هذا الاعتراض الفضفاض أن القراءة والمطالعة هي لا تكفي، كما رجل يطالع الكتب حول السباحة فعلم طرقها وفهم أسلوبها، لكن ما جرب السباحة واثبا في الماء وغائشا في طياته فهو لا يقدر عليها أبدا رغم مطالعته ألف كتب عليها. فكذلك اللغة باللغة، أي لا قدرة على التكلم بالعربية سوى التحدث بهذه اللغة في حياتنا اليومية، حتى نرى بدويا يذهب إلى الدول العربية لكسب القوت، وبعد عدة أعوام هو يتكلم بالعربية، وهو ما قرأ أي كتاب وما درى أي أصل وما حفظ أي قانون. فعلم أن اللغة باللغة، لكن إذا نقول هذا نسمع هناك بعض الأصوات الخفيفة بعيدا عن الحقيقة، وهي مثلا النحو في الكلام كالملح في الطعام. لكن الجواب أن الأهمية لا علاقتها بالكمية، فأهميتها عظيمة جدا، لكن كميتها على عكسها قليلة جدا. إن طبخنا العدس نصف كيلو فلا نلقي الملح مثله نصف كيلو ولا الربع أيضا، بل قدر الملعقة الصغيرة. فكذا الأصول والقوانين لها أهمية، لكن لا بقدر يصرف أنظارنا عن مقاصدنا ولا يبعدنا عن منازلنا. وإذا يخشى أحدكم الأخطاء والزلات فاعلموا أن الصبي لا يمشي خطوة لكن هو يسقط 20 مرة، وإذا هو يسقط ويزل قدمه لا يمنعه أبواه، بل هم يفرحون لأنهم يعلمون حقا إن هو لا يمشي في صباه لا يقدر عليه في حياته أبدا. فكذا الطالب إن لا يتكلم في زمن حصوله لا يسع له التكلم بالعربية أبدا، لذا المبتدئ يخطأ كثيرا، إذا يكتب بعض السطور أو يتكلم بعض الكلمات، لكن الأستاذ يفرح ويشجعه كي يستمر في تعلمه ولا يزال يتكلم في حياته. وبعض الناشئين في العربية يأخذون يتكلمون بالعربية لكن لا يجدون المفردات والألفاظ في ذاكرتهم، أم حفظوا لكن لا يجري على لسانهم الآن، فلهم أن يعربوا ذلك اللفظ من أنفسهم حيث أدخلوا عليه الألف واللام. مثلا يريد أن يسأل صديقه هل اشترى كرة القدم، لكن هو لا يدري اسمه في العربية، فهو يقول هل اشتريت الفوتبال، وهكذا يتكلم بدون وقف. وإذا وصل إلى بيته يتفحصه في القواميس والمعاجم، فهذه الحواجز يشعرونها المبتدئون في البداية، ذكرناها وذكرنا أسبابها وحلولها. وكثير من المشاركين علقوا التعليقات على المحاضرة واعترفوا قيمتها في حياتهم وأهميتها في مجالهم، وما وجدوا من العزم الأكيد وحرص الجهد الجهيد في داخل قلوبهم. كتبه فهيم أحمد، الأستاذ المساعد بالمعهد الإسلامي العربي وخريج جامعة سعادة دارين غجرات. وأيضا أيها الأعزاء، نلتمس منكم أن لا تنسوا الاشتراك في قناة المعهد الإسلامي العربي، ولا تنسوا نشرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. إن شاء الله نلقاكم في الفيديو الآخر، إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.